السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنأخذ محاضرة الأسبوع الثامن لمادة محركات الاحتراق الداخلي Internal Combustion Engine. طبعا اليوم راح نتكلم حول جهاز التبريد Cooling System. بشكل عام وظيفة جهاز التبريد اللي يقول The Function of Cooling System، وظيفة جهاز التبريد يقول cooling system has two main functions. طبعا جهاز التبريد يحتوي على وظيفتين رئيسيتين. الوظيفة الأولى هو يقول prevents engine overheating، يعني شنو؟ يعني يمنع تسخين المحرك إلى درجة حرارة أعلى من اللازم. الأمر الثاني أو الوظيفة الثانية هو regulates engine temperature، يعني شنو؟ يعني ينظم درجة حرارة المحرك. مثل ما تعرفون المحرك حتى يعمل في ظروف مثالية لغرض إتمام احتراق المكونات الداخلة واستخلاص أكثر ما يمكن من الطاقة المخزونة بها، يعني أقصد ملخص الكلام احتراق الوقود التام. أحتاج لكي يحترق الوقود بشكل تام وأحصل على كفاءة عالية، أحتاج أنه يكون المحرك ساخن إلى مدى معين، زي مثلا خلينا نقول 90 درجة سيليزية أو 80 أو 88. هذه درجات الحرارة يعمل عندها المحرك بالطريقة المثلى، بحيث ممكن أنه أستحصل جميع الطاقة المخزونة بالوقود وأحصل على كفاءة عالية. ففي بعض الأحيان تلاحظون أنه يقول لك لا تنطلق يعني بالمركبة، سواء كانت سيارة ساحبة، إلا بعد ما تخليها تسخن إلى مدى معين، يعني تحمي السيارة إحنا نسميها. زين، المحرك البارد ما راح يؤدي لوظيفه بشكل صحيح. هو ايضا المحرك عندما يسخن بشكل اكثر من اللازم ايضا راح يسبب لي اضرار. فنظام التبريد وظيفته شنو؟ prevent engine overheating، يعني يمنع ارتفاع درجه الحراره وينظم درجه حراره المحرك، يوصلها الى مدى حتى شنو يعمل المحرك براحته. زين، الكولينج سيستم اللي هي انظمه التبريد، الكولينج سيستمز شنو؟ هناك نوعيتين أساسيتين. There are two main types. There are two main types of cooling system. أول واحد يقول liquid cooling systems، يعني شنو؟ نظام التبريد بالسوائل. والثاني air cooling system، اللي هو شنو؟ نظام التبريد الهوائي. زين، فهناك نوعيتين مثل ما تشوفون. نظام التبريد اللي بالسوائل، يعني سوائل التبريد يسموها الكولنت، راح تتكون طبعا من راديتر، تتكون من مروحة ووتر بام، يعني وجيوب مائية داخل المحرك. اما بالاير كولينج سيستم ما عندنا هذا الشيء، فقط عندنا ما عندنا اي شيء يخص الماء، يعني ما عندنا لا راديتر ولا عندنا مروحة ولا غيره، عندنا فقط زعانف زين للمحرك، من خلالها راح تطرد الحرارة إلى الخارج. طبعا بهذا السلايد راح نذكر بعض تأثيرات اشتغال المحرك بدرجات الحرارة العالية. فيقول effect of an engine running too hot. أول شيء excessive wear، يعني شنو؟ يعني الاستهلاك المفرط، يعني يستهلك مبكرا. زين، عندما ترتفع درجة الحرارة راح تساعد على استهلاك الأجزاء بسرعة. ثاني شيء الطرق، نوك. الطرق شنو؟ ذا في بعض الأحيان تسمعون مرات من السيارة ترتفع درجة حرارة المحرك، يعني عند السيارة راح يعرف هذا الشيء، من ترتفع درجة حرارة المحرك السيارة تقوم تطلع أصوات انفجارات، أصوات طرقات احنا نسميها دوج ادفانس. زين، هذا يحدث أيضا نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحرك، تشوف السيارة تقوم تطلع أصوات طرقات. زين، نوك. ثالث نقطة burned piston and valve، البساتم اللي هي المكابس والصمامات تحرق، يعني يصير لونها مائل إلى السواد لأنه نتيجة عدم تبريدها. زين، lubrication failure، يعني شنو؟ فشل التشحيم أو فشل التزييت. والتزييت طبعا الزيت احنا أخذنا بالميكانيك الموائع، قلنا الزيت عندما أو أي سائل أو أي سائل عندما ترتفع درجة حرارته راح شنو؟ راح شو يصير بلزوجته؟ راح تنخفض لزوجته، يعني راح يفقد خواصه اللي شنو اللي من اجلها جعل انه هذا سائل للتزييت.
بعكس قلنا طبعا بعكس الغازات بارتفاع درجه الحراره تزداد لزوجتها، لكن السوائل تقل لزوجتها بارتفاع درجه الحراره، فتفقد خواصها الهادفه الى تزييت المحرك. زين، سيزر اوف موفينج بارتس طبعا في بعض الاحيان عندما ترتفع درجه الحراره قد يؤدي الى يعني تماس الماء او سائل التبريد مع شنو، مع الاجزاء المتحركه، يعني يقوم يصير في تلامس مما يؤدي طبعا الى صدأ في بعض فيما بعد. لوس اوف باور اللي هو شنو، نقصان قدرة المحرك ايضا راح تنخفض عند ارتفاع درجة حرارته. فهذا لو تشوفون هذا السهم مؤشر على الاوفر هيتنج، طبعا درجة الحرارة المثلى راح تكون تقريبا بالوسط او اقل شوية. درجة المحرك من يكون بارد راح يكون هنا، ومن يكون ساخن جدا راح يكون على هذا الخط او على هذا الخط. فأنا المفروض من تصعد الحماوة على هذا الخط اخلي في بالي انه اكو فد مشكلة اكون احلها، اما المروحة قد تكون عاطلة، قد الووتر بوم عاطل، قد يكون مثلا يعني هي اجزاء المنظومه اللي راح ناخذها هسه بالتفصيل، ولف الحماوه اللي يسموه الفالف، وهذا قد يكون يعني قافل، فهاي كلها راح احنا شنو راح ناخذها. زين، هسه نجي ناخذ اثار اشتغال المحرك اثار اشتغال المحرك بدرجه حراره منخفضه، يعني انا توني شغلت السياره او المركبه او الساحبه وانطلقت بها، شنو راح يصير اذا شغلت المحرك بدرجات حراره منخفضه بدون ما اسخنه؟ راح يصير عندي اكسسيف وير، ايضا نفس الشيء، استهلاك مفرط. ثاني شيء بور فيول ايكونومي. ليش بور فيول ايكونومي؟ لانه الوقود ما راح يحترق احتراق تام، فراح يزيد استهلاك الوقود. يعني مثلا خلينا نقول السنتيمتر المكعب مثلا من الوقود مكان ما يمشيني خلينا نقول كذا كيلومتر، اذا احتراق تام راح يمشيني اقل، فمعناته راح استهلك وقود اكثر للوصول الى الهدف. زين، ايضا النقطه الثالثه يقول accumulation of water and sludge in crankcase، يعني شنو يعني تجمع الكميات من الماء والشوائب الاوساخ في الكرنكيس، في حوض الزيت اللي هو حوض المرفق احنا نسميه اللي يكون بيزيت. ليش يتجمع الماء عندما يكون درجة حرارة منخفضة؟ لأنه عندنا حوض الزيت أيضا يحتوي على بخار ماء، وهذا بخار الماء عندما راح أمشي بالسيارة ودرجة حرارة منخفضة راح شنو؟ راح يبدي يتكاثف، من يتكاثف راح ينزل مع الزيت ويصير موجود في حوض المرفق. أيضا لوس أوف باور، إذا أيضا فقدان القدرة. تشوفون هذا المؤشر، مؤشر اللي على اللون الأزرق، طبعا هي مو دائما موجودة لأن الألوان، لكن أنت تعرف أنه بعض الأحيان يخلون أرقام، بعض الأحيان يخلون ألوان وهكذا. راح نجي ناخذ الجيج اللي هو مؤشر الحرارة ونعرف شنو فائدته. طبعا هنا راح احنا شنو عندنا، راح ناخذ نوعيتين، قلنا اكو نوعيتين من انظمة التبريد اللي هي الليكويد كولينج سيستم والاير كولينج سيستم. الان راح نتكلم حول الليكويد كولينج سيستم واللي هو نظام التبريد بالسائل او نظام التبريد المائي يسموه. زين، اول شيء مكونات هذا النظام، طبعا يتكون من مكونات عده، اهمها هي الراديتر اللي هو شنو المشعة باللغة العربية، هي عبارة عن مبادل حراري أيضا راح نجي ناخذه، والرادياتير كاب اللي هو شنو غطاء الرادياتير، هذا اللي يكون يعني هاي الفتحة يكون بها غطاء. الفان اللي هي المروحة، هاي المروحة تكون هاي المروحة تشوفوها الفان، وأيضا بها أنواع راح نجي ناخذها. الفان كنترول اللي هو شنو اللي راح نسميها جوزة الحماوة، اللي هي راح تسيطر لي على عمل المروحة، يعني المروحة ما راح تشتغل بشكل دائمي، راح شنو راح تشتغل فقط في حالة انه وصلت درجة حرارة المحرك الى درجة عالية، بحيث تبدي المروحة تشتغل حتى تبرد السائل التبريد الموجود هنا، وراح نجي نشرحها ايضا بالتفصيل. الووتر بامب بما انه هو ليكويد كولينج سيستم، اذا يحتاج الى مضخة للسائل سواء كان ماء او هو طبعا عادة مو ماء صافي، يعني يكون فد ميكستشر، فد خليط من السوائل او من المواد حتى شنو تكسبه ميزات للتبريد.
ووتر بامب، فنحتاج الى مضخه. ماي المضخه شو تسوي؟ تحرك لي السائل الدوره من المحرك الى الراديتر او من المحرك الى نفسه، وراح نجي ناخذها بالتفصيل. التمبرتشر جيج اللي هو شنو؟ مقياس الحراره. هذا طبعا جدا ضروري، يعني اذا يكون عاطل فالافضل انه يعني واحد يصلحه مبكرا، حتى شنو؟ لانه هو هذا راح يعطيني مؤشر حول درجة حرارة المحرك. بدونه ما راح اعرف انه المحرك ساخن او بارد، ما راح اقدر اعرف انه اكو مشكلة بجهاز التبريد، لانه هذا هو راح يعطيني مؤشر، راح يقول لي اكو مشكلة او ماكو مشكلة. زين، الكولنت، كولنت فلتر. كولنت طبعا وين ما تقرا كولنت هو سائل التبريد، يعني سواء كان ماء او كان فد مجموعة من المواد مخلوطة مع بعضها، فهذا يسموه كولنت. كولنت فلتر يعني منقي لسائل التبريد. وايضا راح ناخذه الثرموستات اللي هو شنو؟ اللي هو ايضا اللي راح يفتح ويغلق او يوجه لي الماء اما من المحرك الى المضخة ومن ثم الى المحرك، هذا اذا كان المحرك درجة حرارته طبيعية، واما من المحرك الى الراديتر، راديتر المشعة، ومن ثم الى المضخة الى المحرك في حال كون درجة حرارة المحرك عالية. راح نجي ناخذها واحدة واحدة بالتفصيل ان شاء الله، ونحاول انه نخليكم تفتهموها. طبعا تشوفون هذا الشكل امامكم، راح نجي هاي الاجزاء بشكل اوضح من الرسم التخطيط اللي شفتوه قبل شوي. هذا يسموها الراديتر، هذا تشوفوها الراديتر المشعة، وهاي المروحة راح تكون اما سحب واما دفع، يعني اما بالخلف واما بالامام، وبعض الاحيان اكو مروحتين، واحدة بالامام واحدة بالخلف. وعندي ايضا انابيب توصيل، هذين تشوفوهن. عندي ايضا الووتر بام المضخة، هاي الووتر بام. وعندي خزان، طبعا يمكن ما ذكرناه بالمكونات، خزان للكولنت اللي هو خزان سائل التبريد. وايضا عندنا هنا راح يكون ايضا عندنا هاي المسخن، هاي في حال انه تريد تشغل تدفئة مثلا، هاي المسخن ما راح يعني ناخذه بالتفصيل، ما راح نتطرق اليه. فهاي الاجزاء تشوفها انت بشكل عام. هنا هذا تشوفون ايش كاتب لك، كولنت فروم انجن، وهذا كولنت فروم انجن، يعني هذا هنا طبعا هنا يعني شلون يقول لك انه السائل يروح للمحرك، من العفو هذا جاي من المحرك راح يروح للرادياتر. طبعا الحار دائما لي فوق الرادياتر، هاي راح نجي ناخذها بها انبوبين، واحد بالاعلى واحد بالاسفل. الاعلى هو حار حتى شنو؟ السائل يمر خلال هاي الانابيب الضيقة يتبرد ويروح ايضا مرة اخرى الى المحرك. طبعا هسه نجي على اول جزء، هذا جزء ايضا مهم، هو الليكويد العفو هو الرادييتر اللي هو المن تابع للليكويد كولينج سيستم. الرادييتر ما راح نشوفه احنا موجود في محركات التبريد الهوائي، راح نشوفه في محركات التبريد المائي. اخاف يجيكم صح وخطا او يجيكم سؤال، فهو موجود في محركات تبريد المائي ليكويد كولينج سيستم. ايش يقول؟ يقول ذا راديتر از ا هيت اكستشينجر ان ويتش كولينج ووتر جيفز اب هيت تو ذا اير وذاوت كومينج انتو دايركت كونتاكت وذ ات. يعني شنو يقول؟ الراديتر هو مبادل حراري، مبادل حراري فيه ان ويتش فيه ووتر كولينج ووتر كولينج ووتر سائل التبريد يفقد الحرارة إلى الهواء بدون أن يكون في تماس مباشر معه. يعني سائل التبريد راح يكون داخل الراديتر، ما راح يكون في تماس مباشر مع الهواء، الهواء راح يمر عبر هذه الفتحات الضيقة مع الراديتر بمساعدة المروحة طبعا، والماء راح يفقد الحرارة إلى هذه إلى الراديتر، ومن الراديتر راح يفقدها إلى الهواء. طبعا هنا كاتب لك هنا عندنا انلت، هذا الفوق هذا اللي جاي من المحرك الحار، وهذا عندنا منه الاوتلت اللي هو شنو؟ بعد ما يدخل السائل الحار هنا راح يبرد خلال مروره هاي، هنا اكو انابيب ضيقه او خلايا راح يمر خلالها، راح يبرد عنده يعني من خلال تحركه من الاعلى اسفل راح يبرد، من يبرد راح يرجع ايضا عن طريق يروح للمضخه ومن المضخه الى المحرك. طبعا اذا يسموهن كولينج فينز، يعني شنو؟ يعني مثل الزعانف التبريد. زين، واذا هذا يسموه فيلر كاب. هنا اكو مثل الغطاء ايضا، هذا الغطاء
راح يمكن انه ملء الراديتر من خلاله في حال انه نظفت الراديتر، فرغت الماء من عنده لسبب او لاخر، فمنها راح تقدر تضيف للماء سائل التبريد. طبعا هناك ايضا نوعيتين من هذا، نوعيتين الرئيسية طبعا السيلولر تايب كور تيوب اند فين تايب كور. يعني شنو يعني هذا يسموه قلب كور، يعني قلب. هذا القلب قد يكون بشكل خلايا او قد يكون بشكل انابيب وزعانف. زين، طبعا اكو ملحوظة مهمة اود ان اشير لها. عادة المحركات عندما تسخن وترتفع درجة حرارتها ما يعني لا يمكن انه تفتح هذا الغطاء. هاي فد ملاحظة يعني للسيفتي للامان، لا تفتح هذا الغطاء. هذا الغطاء اذا فتحته والمحرك ساخن، يعني واصل هو الدرجة الطبيعية 90 مئوي، زين اذا هو ساخن يقوم يغلي، يعني يوصل يجوز فوق 100 او فوق 100 فيقوم يغلي، زين، او يطلع بخار حار ويعني وضغطه مرتفع راح يكون. فبمجرد ان تفتح الغطاء والمحرك ساخن راح راسا يعني ينثر عليك هذا الماء الحار اللي هو احنا نسميه فاير، وراح يسبب لك اضرار جسديه وحروق. فيفضل عندما تسخن المركبه واحد يبرد، يدير ماء على الراديتر يبردها، ومن ثم يخلي فد وصله او فد قطعه قماش ثخينه هنا ويفتح الغطاء بحذر حتى شنو لا ينثر عليه الماء الحار. زين، طبعا هاي هنا دا يقول لك قلنا نوعيتين اكو هذا السيلولر تايب هسه قبل شويه قلنا، واكو شنو اكو تيوب اند فين تايب كور. فهذا السيلولر شوف مثل الخلايا صاير على شكل خلايا، لكن هذا شنو صاير على شكل انابيب. هاي انابيب دا تشوفوها ووتر باسج، هذا النيو ووتر باسج، وذني مثل الزعانف للتبريد. هنا لا، صاير هنا كانما شلون هيك مثل الخلايا بشكل خلايا، وهاي الووتر باسج، هاي الممرات المائيه. زين، طبعا ايضا راح هذا بالنسبه للراديتر المشعر. بالنسبه الى الليكويد الراديتر كاب اللي هو ايضا تابع للليكويد كولينج سيستم، اللي هو شنو الغطاء، غطاء الراديتر اللي هو هذا الشكل راح يكون، اللي قلنا انه ما يصير واحد يفتحه في حال سخونة المحرك الى درجة حرارة عالية. وظيفة هذا الغطاء the function of the radiator cap are اول شيء allow the atmospheric pressure to enter the cooling system، يعني شنو يساعد على في حال وجود انخفاض بالضغط داخل النظام التبريد. هذا ايش راح يصير؟ راح يساعد على معادلة الضغط، يعني دخول الضغط الجوي الهواء الى داخل المنظومة في حال انه صار عندي vacuum، في صح صار عندي تخلخل بالضغط. النقطة الثانية يقول prevent coolant from escaping at normal temperature، يعني يمنع سائل التبريد من الهروب او من يعني الخروج في درجات الحرارة العادية. يعني شنو طبعا انت الراديتر من تحوفها بلا غطاء الماء اول شيء راح يعني يتبخر، زين، وثاني شيء راح يعني يتناثر، فهذا يمنع الماء من التناثر خارج الرادياتر. النقطة الثالثة permits يسمح escape of coolant or steam when pressure reach a certain point، يعني شنو يسمح لهروب سائل التبريد أو البخار عندما يرتفع الضغط إلى نقطة معينة. هنا شوف عكس هاي النقطة، هاي عندما ينخفض الضغط يدخل، هنا عندما يرتفع الضغط يسمح للسائل بالخروج حتى شنو ليس يسبب لي اضرار داخل المنظومة. شو وقت يرتفع الضغط؟ يرتفع الضغط من اني عندي السائل التبريد صار ساخن جدا، زين، فراح يؤدي الى اول شيء يعني زيادة ضغطه، وبالتالي قد يسبب لي اضرار. فاحنا شو نسوي كسيفتي او وسيلة امان انه يسمح لهذا السائل بالخروج. ولهذا في بعض الحين يقول لك السيارة قامت تفور، زين، يعني يقوم يخرج منها سائل التبريد. طبعا من ايش يتكون ذني ما راح اكون بشكل نقاط كاتبها تأشير على رسم مكوناته، ايضا يعني مطالبين بها. الفاكيوم فينت فالف، هذا فالف اللي يسمح عندما يكون الضغط منخفض يسمح بدخول الضغط يعني دخول الهواء الى داخل المنظومة حتى يعادل الضغط. lower ceiling gasket، lower ceiling gasket هذا مثل الواشر احنا نسميه، او مثل حتى يمنع شنو خروج السائل.
وايضا عندنا بريشر فالف سبرينج، هذا اللي هو مثل النابض موجود هنا زين. وعندنا ابر سيلينج جاز جيت ايضا هنا، هذا شوفوا هذا الجزء، هذا الجزء ايضا هي جاز جيت او واشر او شيء من هالقبيل. هذا بشكل عام الغطاء. طبعا المفروض يكون يعني حتى تعرف انه يشتغل او لا، المفروض النابض هذا يكون متحرك، يعني من تدفع بيدك المفروض ينزل ويصعد، هذا معناته الغطاء ما بيه شيء. طبعا هنا الفان شنو وظيفتها؟ المروحة، يقول fan forces cooling air through radiator core to more quickly dissipate the heat. يعني شنو يعني المروحة تجبر الهواء، هواء التبريد اللي هو الهواء الخارجي العادي، للمرور خلال الرادياتر كور اللي هو قلب الرادياتر اللي حكينا عليه، قلنا اما يكون بشكل تيوبات بها زعانف واما بشكل خلايا سيلولر سميناها، تو مور كوكلي ديسيبيت ذا هيت، يعني لسرعه التخلص او طرد الحراره. طبعا هذا المروحه شنو انواعها؟ اكو عندنا انواع من عندها، اكو سكشن تايب اللي هي شنو سحب، يعني تساعدني على شنو على السحب. تشوفون هذا الهواء منه، هي هاي هذا الرادياتر، هذا الرادياتر، وهي المروحه دا تسحب الهواء تجبره الى الدخول داخل الرادياتر، هاي يسموه سكشن، سكشن فان. البلور فان اللي هو شنو دفع، يعني هاي الرادياتر وهذا طبعا المحرك، هذا المحرك هسه، هذا ايضا المحرك، هنا يصير دفع. وفي بعض الاحيان شنو يسوون، يخلون مروحتين يسمونها ريفرسبل، يعني اما مروحتين وحده سحب وحده دفع، واما يخلون المروحه هي ممكن انه يعني شلون نقول ممكن انه تعمل باتجاهين زين، سحب ودفع. طبعا الفان مين تتكون؟ ببساطه تتكون من هاي الكولينج موتور، يعني خلي هاي الزعانف، خلي نقول الفان او الفن احنا نسميها زعانف فن، والفان موتور اللي هو شنو هذا الجزء، طبعا هنا اتصور ما نسميها كولينج موتور، نسميها كولينج فن زين، هاي كولينج فن زين، وهاي الفان موتور اللي هو شنو المحرك مال المروحة. طبعا هاي كلها تثبت على الرادياتر حتى شنو تساعد على سحب الهواء او دفع الهواء خلال الرادياتر زين. الفان كنترول، هاي المروحه اللي هسه حكينا عليها، هل سؤال هل تعمل باستمرار ما دام المحرك مشتغل او لا، هناك من ينظم حركتها يشغلها او يطفيها، تيرن اوف اور تيرن اون. طبعا بشكل عام اكو منظم، يعني المروحه مو دائما راح تكون مشتغله، المروحة راح تشتغل بناء على الإيعاز اللي راح يعطيها شنو هذا الفان كنترول اللي هو أيضا بأنواع كثيرة. هذا الفان كنترول هو عبارة عن حساس لدرجة الحرارة، فمن تقرأ درجة حرارة، الحرارة درجة حرارة معينة، خلينا نقول فرضا 70 أو 80 أو فالدرجة الحرارة معينة، راح ينطي إيعاز للمروحة شنو راح تشتغل، يوصل إشارة كهربائية راح تشتغل المروحة. من تنخفض درجة الحرارة راح يفصل الدائرة الكهربائية، وبالتالي راح شنو تنطفي المروحه. فشي يقول، يقول types of fan control turn the fan on or off based on the column. طبعا هنا مو types، هنا انا اسف، هنا راح تكون function، يعني وظيفه fan function، وظيفه of fan control to turn the fan on or off based on the column، يعني وظيفته السيطرة على درجة على تشغيل وإطفاء المروحة based on، يعني شنو طبقا ل أو بناء على حرارة سائل التبريد. if the fan control malfunctions، إذا هذا عطل، هذا إذا إحنا نسميها جوزة الحماوة، طبعا هاي جوزة الحماوة إذا عطلت شنو اللي راح يصير؟ أما المروحة راح تظل مشتغلة دائما ما راح تطفى عندك، واما المروحه راح تطفى ما راح تشتغل، يعني راح تبقى مش مطفيه. بالحاله الاولى اللي المروحه راح تظل تشتغل، طبعا راح تستهلك كهرباء من السياره زين،
اما اذا في حاله ثانيه انه انطفت، فراسا راح تشوف الحماوه راح تصعد عندك، لان المروحه ما تشتغل زين. فانت من خلال انه اذا، ليش انا قلت المؤشر هو جدا ضروري؟ لانه هذا المؤشر بس ترتفع انت درجه الحراره الطبيعيه مثلا عن النص، فمن ترتفع عن النص معناته اكو عندك مشكله. زين، المشكله شنو؟ مثلا قد تكون المروحه واقفه، قد تكون الووتر بوم واقف، قد يكون هذا ولف الحماوه اللي هسه راح نتكلم عنه بعد قليل، هذا قد يكون ايضا يسموه لاطش ولف الحماوه. اذا سامعين يقول له لاطش ولف الحماوه، معناته شنو؟ يعني مغلق، ما دا يوصل الدوره، وهسه راح ناخذه بالتفصيل ايضا اشرح لكم اياه على الرسم. زين، فالمؤشر جدا ضروري راح يبين لي انه اكو مشكله. عاد انا شو اسوي؟ اجي افحص اشوف شنو المشكله، وين عندي؟ هل هي بجوزه الحماوه، المروحه واقفه ما تشتغل؟ زين، هل انه عندي مثلا الولف مثلا قد يكون لاطش، وهكذا. طبعا نجي ايضا على الووتر بامب، وهذا ايضا جزء ضروري من اجزاء منظومه التبريد بالسوائل، التبريد المائي احنا نسميه. شو يقول؟ يقول ووتر بامب، هاي الوظيفه مالت الفانكشن ووتر بامب، سيركوليت ذا كولنت. زين، الووتر بامب هو يعني شلون يسمح بتدوير سائل التبريد من المحرك في درجات، بس انتبهوا لي على هاي الجمله، من المحرك في عند درجات الحراره المنخفضه، او من الراديتر عند درجات الحراره المرتفعه، وين يوجهه؟ الى الانجن اللي هو الووتر جاكيت. زين، ليش هنا قال اور؟ لانه احنا عندنا من المحرك بارد. هاي الجمله ايش يقول لي؟ تقول لي كانما الووتر بامب بها تو انلت، انا كاتب لك هنا تو انلت، هاي تو انلت يعني مدخلين للدخول الماء او السائل، ومخرج واحد، المخرج هو للمحرك. اذن الووتر بامب تنطي سائل تزود المحرك بسائل التبريد. اذا شنو تنطي سائل التبريد؟ تدفعه او تضخه وين؟ الى المحرك. طبعا المحرك اقصد الى الجيوب المائيه والممرات المائيه الموجوده داخل المحرك. زين، وش بقى عندي؟ بقى الانلت. زين، هذا المضخه دائما بها انلت واوتلت. الاوتلت عرفنا للمحرك، هذا مأشر لكم عليه. زين، الانلت شنو؟ شوفوا بها اثنين، اما من الراديتر، هذا الجزء ده شوفوا هذا جاي من الراديتر، ماء بارد مبرد من الراديتر. هنا ماء جاي من المحرك نفسه، يعني كانما من المضخه للمحرك يداور بالمحرك ويرجع من المحرك للمضخه وهكذا. زين، هنا ايش يقول لي؟ From the engine at cold temperature، يعني من المحرك وبعدين ايضا يروح الى المحرك، من المحرك الى المحرك، من المحرك الى المحرك، وهكذا. هاي شنو معناته؟ السائل اللي هو داخل المحرك راح يكون المحرك عند درجه حراره مقبوله. زين، او شو يقول لي؟ From the radiator to the engine، يعني هو اما من المحرك للمحرك، From the engine to the engine، او from the radiator to the engine، يعني شنو؟ من الراديتر الى المحرك، عندما يسخن الماء بعد شنو يتوجه للراديتر؟ يتوجه للراديتر، فشنو الراديتر تبرده يجي للمضخه، من المضخه يروح للمحرك، اذا من الراديتر للمضخه للمحرك، هذا المقصود بهاي الجمله. هاي الجمله اللي امامكم. زين، الووتر بامب منين تتكون؟ طبعا مثل ما تعرفون الووتر بامب شنو بها؟ بها بولي اللي هو شنو؟ هذا يكون مرتبط بالحزام، بالحزام اللي راح يحرك المضخه، اللي ياخذ حركته عاده من المحرك نفسه. زين، البيرنجز اند شيفت اسمبلي اللي هو شنو؟ عمود التجميع والكراسي التحميل، اللي هي راح شنو المحور اللي راح يدور حول المضخه. وعندي الهاوسنج اللي هو شنو؟ هذا شلون نسميه؟ الغطاء المضخه. والامبلر اللي هو الجزء الفعال اللي هو اللي راح يدور، وهو اللي راح شنو يسبب لي حركة الماء. الامبلر اللي هي شنو يسموها؟ اللي يسموها الدافعة، اللي هي هذا الجزء الدوار اللي هو راح يقوم بسحب وضخ الماء. زين، فهنا تشوفون هذا الجزء هنا اذا افتهمته راح تسيطر على المنظومة التبريد المائي. طبعا هذا الجزء راح نتكلم عنه، هذا الجزء هو الثرموستات، هذا ايضا جدا مهم. هذا قلنا انه راح هسه هم راح نجي نحكي عليه، بس خلينا ناخذ في المقدمه عنه هنا. هذا شنو وظيفته؟ هذا صمام. صمام هنا عندي جزء يسيطر عليه،
اللي هو وين رايح من المحرك، وين رايح من المحرك للمضخة. وعندي هنا ايضا جزء راح يسيطر عليه، هذا مين من المحرك وين رايح، هذا مال المحرك. فهذا السائل اللي يجي من المحرك اما يروح للمحرك مرة اخرى، يروح للمضخة والمضخة ترجع للمحرك اذا كان شنو درجة حرارة منخفضة يعني زينة طبيعية، فراح ينفتح هذا الجزء، راح يتوجه السائل الى المضخة ومن المضخة يرجع للمحرك وهكذا. زين، اذا لا سخن المحرك ايش راح يصير؟ راح هذا ينغلق، راح ينفتح هذا الجزء بالعفة، راح يروح من المحرك وين الى الرادييتر، هنا ما مبين عندنا الرادييتر، ومن الرادييتر راح يجي وين للمضخة بعد ما يبرد، والمضخة ترجع للمحرك. فهذا يسيطر لي على حركة الماء، هل من المحرك الى المضخة الى المحرك. يعني العملية راح تصير كالآتي، راح يصير اما محرك مضخة محرك، واما راح يصير محرك رادييتر محرك رادييتر مضخة محرك. بهالطريقة هاي تشوفون شلون حتى تصير واضحة امامكم. هسه نجي ناخذ هذا الثرموستات ان شاء الله بالسلايد اللي يجي او اللي بعده. قبل ما ناخذ الثرموستات خليني نتكلم بشكل بسيط عن التمبرتشر جيج اللي هو شنو، مقياس درجة الحرارة اللي حكينا عليه، قلنا هذا جدا مهم. في بعض الاحيان يعطل، فالمفروض انه واحد يصلحه حتى شنو لا تسخن يسخن المحرك ويسبب لك ضرر. طبعا سخونة المحرك هي اكثر ضرر، يعني انت قد تطلع المحرك بالسيارة المحرك بارد ماكو مشكلة، لا يعني اكو قد تسبب لك مشاكل، لكن مو مشاكل بقدر ما المحرك ساخن. زين، هذا بنوعيتين، اما ميكانيكال ميكانيكي هذا، واما يكون شنو راح يكون عندي يسموه الكتريكال كهربائي بهالشكل هذا. فهو بالحالتين راح يقرا لك، شوف هنا شو مسوي لك. قد طبعا القراءة ما قد تكون بالسيليزي، قد تكون بالفهرنهايت، او قد تكون اثنينات الموجودة. طبعا هنا شوف 40 هنا بالسيليزي، من 40 لل 120، النص مالته وين على 90، يعني هاي الطبيعي او 80 ايضا طبيعي. زين، 100 يعني من يعبر ال 90 هاي معناته شنو، كل واحد ياخذ حذره. وهذا ايضا مؤشر، لكن هذا كهربائي مو ميكانيكي. زين، هذا الرمز من الشوف، وهذا يرمز الى درجه حراره. هذا بعض الاحيان تكون لمبه بالدشبول، يعني ضوء احمر، هذا يكون ضوء احمر مطفي في حال انخفاض درجة الحرارة أو تكون درجة حرارة طبيعية، يضوي باللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي في حال أنه عندك مشكلة بدرجة الحرارة، صعدت درجة الحرارة. طبعا مو كل السيارات، بعض السيارات. فهذا الرمز هو رمز درجة الحرارة. بقى عندنا الكولنت فلتر اللي حكينا عليه بالبداية، قلنا هذا شو يسوي لي، هذا ينظف لي سائل التبريد، لأنه سائل التبريد أيضا راح يدور بالمحرك وراح يحمل قد معه بعض البراده، بعض الاوساخ، بعض الهاي. فهذا مثل الفلتر ينظف لي هذا السائل. زين، شو يقول هنا؟ يقول coolant is a liquid that circulates through the cooling system to transfer heat. طبعا هذا يعرف لك الكولنت بشكل عام، سائل التبريد. يقول هو سائل يدور خلال نظام التبريد لنقل الحراره. نقل الحرارة طبعا من المحرك الى الرادياتر ومن ثم الى الهواء الخارجي. زين، هذا الكولنت. الكولنت فلتر شنو؟ يقول كولنت فلتر از يوز فورم، وظيفة الكولنت فلتر هي شنو؟ سوفنينج ذا ووتر، يعني شنو؟ يخلي فد مثل يسموه سائل زيت يصير، يعني يكون افضل من السائل العادي حتى شنو لا يسبب صدأ. اذا هذا له مواصفات خاصة، يعني يحاول انه يخلي الووتر بشكل زيت، يعني هو يحتوي بعض الاحيان سائل في داخله، يعني مثل زيت الماء. زين، ريموفينج ديرت طبعا يزيل الاوساخ، بروفايدنج ا بليس فور راست انهبيترز ان ذا فلتر اليمنت، يعني شنو يزود مكان لمنع الصدأ، انهبيترز يعني مانع الصدأ ان ذا فلتر اليمنت. هناك بالفلتر اليمنت مانع صدأ ايضا، وايضا هو راح يمنع الصدأ من شنو، من المرور الى المنظومه. فهذا الفلتر ايضا هو مهم، ممكن انه وظيفته ايضا بسيطه. راح نجي على الثرموستات اللي حكينا عليه هسه قبل شويه، هنا راح ناخذه بشيء من التفصيل.
شي يقول؟ يقول الثرمو، هذا طبعا شكل الثرموستات عاده، يعني الثرموستات از هيت اوبريتد فالف، اذا هو صمام مشغل بالحراره. يعني شنو؟ يعني هذا الصمام يفتح ويغلق عن طريق الحراره. يعني شنو؟ يتحسس الحراره، يتحسس الحراره. هسه خلينا نجي نشوف شلون. طبعا هنا الثرموستات از هيت اوبريتد ذات از كفرد باي ذا كولنت اند سينس ذا تمبرشر. طبعا هنا شو يقول؟ هذا راح يكون دائما مغطى بسائل التبريد، راويتكم مكانه بال وين يكون، فيتحسس درجة حرارة سائل التبريد. ليش يتحسسها؟ خلينا نجي نشوف النقطة الأولى. يقول provide automatic control of the engine temperature، يزود سيطرة تلقائية على درجة حرارة المحرك. وقلنا عندما يكون المحرك بدرجة حرارة طبيعية راح هذا راح الجزء الاسفل راح يفتح ويروح سائل التبريد يجي من المحرك يروح الى المضخه ويرجع ايضا الى المحرك، يعني ما يوديه الى الرادياتر في حاله درجات الحراره الطبيعيه. في حاله ارتفاع درجه الحراره راح شنو يصير؟ راح هذا يغلق، يفتح عندي هذا الجزء، راح يوجه السائل من المحرك الى الرادياتر، ومن الرادياتر يرجع للمضخة، ومن ثم الى المحرك. تشوفون شلون؟ بناء على شنو؟ بناء على درجة حرارة سائل التبريد. زين، هاي اول شيء. ثاني شيء permits rapid engine warm up when closed. يعني شنو؟ يعني عندما يكون هذا مغلق، يعني هذا منا مغلق ومنا مفتوح، راح يداور لي المي داخل المحرك بدون ما يوديه للرادياتر، فراح شنو؟ راح يسخن المحرك بسرعة، يعني يصل إلى درجة حرارة طبيعية عند بداية التشغيل. لو فرضنا هذا بعض الأحيان يشيلوه، ولف الحماوة يسموه، الثرموستات هو ولف الحماوة. زين، من يشيلون ولف الحماوة اللي راح يصير شنو؟ طبعا دائما راح الدورة راح تكون كالآتي: من المحرك إلى الرادياتر يتبرد السائل، ومن ثم إلى المضخة وإلى المحرك. هاي الدورة مالت دائما، بعد ما راح يصير من المحرك إلى المضخة إلى المحرك. زين، من يصير من المحرك الى الرادياتر راح يتبرد، الى المضخه الى المحرك. فانت في بدايه التشغيل راح يكون من الصعوبه انه تحمى السياره، يعني راح تستغرق وقت اطول حتى تحمى، لان سائل التبريد دي يظل يتبرد بالرادياتر. لكن ولف الحماوه ايش يسمح لي؟ يسمح لي انه يحصر الماء داخل المحرك، يعني مضخه محرك مضخه محرك وهكذا، حتى يصل الى درجة الحرارة الطبيعية اللي هي 90 او اقل من 90 بشوية. زين، حتى شنو؟ نحصل على كفاءة عالية باشتغال المحرك. فبعض الاحيان يشيلون في الحماوة، هو يعني بالصيف قد ما له تأثير، لكن بالشتاء راح يكون تأثيره واضح، يعني راح تشوف السيارة ما راح تحمى بسرعة. زين، في بداية التشغيل، خاصة التشغيل الصباحي. زين، اذا هذا permits rapid engine warm up، يعني يساعد على تسخين المحرك بسرعة، رابد يعني بسرعة، وارم اب يعني تسخين، وين كلوز عندما يكون مغلق، هاي منها العفو من الأعلى يكون مغلق منها مفتوح. زين، النقطة الثالثة بيرمس افيشنت كولينج وين اوبن، عندما يفتح من هاي الصفحة ويغلق من هاي الصفحة راح شنو يسمح لي إلى تبريد كفوء، راح يوجه لي السائل وين؟ إلى الرادياتر. طبعا مرات سامعين يقول له في الحماوة لاطش، شنو معناته ولف الحماوة لاطش؟ يعني معناته هذا مدى يفتح، هذا اللي يودي للرادياتر مدى يفتح. يعني ايش دا يصير عندي؟ دا يصير عندي الدورة هي من المحرك إلى المضخة إلى المحرك، والسائل ساخن. زين، من سخن السائل هذا صار بيه فد عطل، مدى يفتح، مدى يودي للرادياتر حتى السائل يبرد. فشي يصير عندي؟ راح ترتفع درجة حرارة المحرك كثيرا، وسبب لي أضرار، وتقوم السائل التبريد يقوم يفور، يقوم يغلي يعني. زين، فهذا يكون يستبدل، هذا يكون يستبدل. طبعا هذا انت ما راح تشوفه موجود داخل منظومة التبريد. فشو تسوي انت؟ اول شيء لازم يعني تحاول انه تستخرجه وتشيكه، تشوفه انه اذا مستحق تبديل او ما مستحق تبديل. زين، قد يكون عطل من عنده، يعني من ترتفع درجة حرارة المحرك. احد اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك هو قد يكون هذا الولف مغلق، يعني هذا منه قد انه نتيجة ترون هو دائما راح يكون بسائل التبريد، يعني صدى او ما شابه، فيكون من الصعب انه يفتح. زين، ولهذا راح دورة التبريد ما راح تودي لي للرادياتر حتى يبرد. فهاي النقاط الثلاثة اللي هي وظيفته. زين، شلون يشتغل؟
احنا حكيناها ضمنا لكن راح نحكيها بالانجليزي. يقول when the engine is cold، عندما يكون المحرك بارد، the bypass، هذا البايباس هذا يسموه بايباس، وهذا طبعا اجزاء يعني حفظوهن، انا ما كتبتها لانه هي واضحه بالرسم. البايباس فالف هذا يسموه هذا عندما يكون المحرك بارد، هذا ايش راح يصير بيه؟ راح يفتح. هاي انتبهوا عليه، هاي ضروريه جدا. البايباس فالف راح يفتح عندما شنو يكون محرك بارد. ليش يفتح؟ لانه هذا منه، تخلي في بالك، هذا منه وين يروح؟ يروح للمضخه. من يروح المضخه، المضخه وين ترجعه؟ ترجعه للمحرك مره اخرى. من هذا يفتح وين يروح؟ يروح للرادياتر يتبرد. زين، يقول when the engine is cold the bypass valve هذا stays open، يبقى مفتوح to permit the coolant to bypass، حتى يمر حتى يتجاوز الرادياتر، يعني ما يروح للرادياتر. منه وين يروح؟ يروح للمضخة ويرجع مرة أخرى للمحرك. to bypass the radiator، حتى يتجاوز الرادياتر، and to recirculate through the engine to let it heat up، وأيضا ويرجع للمضخة. يعني شلون recirculate؟ يعني يعيد تدويره داخل المحرك، حتى شنو؟ يساعد على تسخين المحرك في بداية تشغيل هاي العملية. when the engine is cold، هاي في بداية تشغيل. زين، نرجع الفقرة الثانية اللي هي when the engine is hot، من ترتفع درجة حرارة المحرك 71 80 90، يعني حسب كل ولف حماوة له فد رينج، لكن هو هذا الرينج الطبيعي 71 إلى 88، طبعا اكو شوية اقل اكو شوية اكثر حسب المحرك. شو يقول؟ يقول the bypass valve will close، هذا راح يغلق. اذا من هنا عندي طبعا هو مين جاي الماء؟ الشالتر ده يجي من المحرك، فاما يروح للمضخة ويرجع المحرك، واما هذا يغلق وين يروح؟ يقول the bypass valve will close، هذا راح يغلق بعد ما يروح للمضخة، وين يتوجه؟ يتوجه الى المين فالف، هذا راح يفتح عندي المين فالف، هذا شوفوه، هذا المين فالف راح يفتح عندي، فراح يوجه سائل التبريد وين؟ الى الرادياتر حتى يبرده. زين، to pass حتى يمرر will open to let the coolant to pass، حتى يسمح للسائل التبريد بالمرور الى الرادياتر to be cooled لغرض التبريد. هاي بشكل بسيط وظيفة الثرموستات. اذا بي باي باس فالف، هاي في حالة بداية تشغيل السخ المحرك، هذا راح يكون مفتوح. يعني شنو مفتوح؟ يعني كأنك انت شو اسمه ما يروح الماء للرادياتر. هذا عندما يكون المحرك ساخن هذا يغلق، هذا راح يكون مفتوح، راح يودي وين؟ للرادياتر. طبعا هنا نفس الحكي، هذا تشوفوه معاد، راح شنو بس الصورة موجودة امامكم. هذا الثرموستات. الثرموستات راح شنو؟ راح يودي يفتح هذا الباي باس فالف، يودي وين؟ الى المضخة ومن ثم الى الانجن. بينما عندما يكون المحرك ساخن راح هذا يغلق الباي باس فالف، المين فالف راح يفتح يودي الى الرادياتر. هذا المخطط اذا فهمتوه طبعا راح تعرف انه شلون راح يشتغل الثرموستات. الان سننتقل الى ما يسمى بالاير كولينج سيستم او نظام التبريد الهوائي. نظام سهل طبعا، خلينا نشوف هنا ايش مكتوب. يقول اير كولد انجنز هاف فينز، فينز يعني زعانف. زين، هنا يقول هاف فينز، تشوفون اراوند ذا سيلندرز، الزعانف هاي وين تقول؟ تكون حول المناطق اللي يحتمل انه تكون فيها درجات حراره مرتفعه، اللي السلندر عادة تكون فيها حرارة مرتفعة بسبب الاحتراق والانفجارات اللي تصير بداخلها، والسلندر هيد باعتبارها جزء من غرفة الاحتراق نفسها. زين، فهنا شو يقول؟ يقول اير كولد انجنز هاف فينز، نظام المحركات التبريد الهوائي تحتوي على زعانف حول السلندر، والسلندر هيد واللي طبعا هاي الزعانف شو تساعد؟ يقول ذات جيف the engine greater surface area، تنطي المحرك او السلندر او غرفة الاحتراق او السلندر هيد مساحة سطحية اكبر. حتى شنو هاي المساحة السطحية الاكبر؟ تكون في تلامس مع الهواء الخارجي اللي هو يفترض ان يكون لغرض التبريد، وبالتالي تطرح الحرارة الى الهواء الخارجي عن طريق هذه الزعانف.
النقطة الأخرى يقول there is no water jackets or radiator in this types of system. ما هذا النظام ما بي water jackets، ما بي مشعة radiator. زين حتى المروحة هي قد في بعض المحركات تكون موجودة، في بعض المحركات حتى مروحة ما موجودة. زين شو يقول؟ يقول sometimes a fan is used، في بعض الأحيان تستخدم مروحة لإجبار الهواء to force air to pass through دفنز، حتى تجبر الهواء الى المرور خلال هذه الزعانف. And sometimes there is no fan، في بعض الاحيان ما ماكو حتى مروحه ماكو. لعد شلون تصير حركه الهواء؟ حركه الهواء يقول air motion of the air، air motion العفو هاي هنا اكو خطا مطبعي، air motion will be due to the movement of the vehicle، المركبه مو تمشي فراح تصير حركه الهواء نسبيه، يعني كانما الهواء دا يتحرك مع عكس حركة المركبة، وبالتالي راح يتخلل خلال هذه الزعانف. طبعا هنا يقول the amount of heat carried off by the air cooling depends upon the following factors، يعني شنو؟ يعني يقول كمية الحرارة المطروحة بواسطة نظام التبريد الهوائي تعتمد على عوامل، من هاي العوامل هي the total area of the fin surfaces، المساحة السطحية الكلية لمن؟ للزعانف. وأيضا the velocity and amount of the cooling air، طبعا سرعة وكمية الهواء اللي موجودة على الزعانف، ولهذا قلنا من نستخدم مروحة حتكون حركة وسرعة الهواء، سرعة وكمية الهواء أكبر المارة من خلال هذه الزعانف. The temperature of the fins and of the cooling air، يعني شنو درجة حرارة الزعانف نفسها، وكذلك درجة حرارة، يعني تقصد بها درجة حرارة المحرك ودرجة حرارة الهواء المحيط. طبعا كل ما مثلا المحرك يكون في مثلا بالشتاء تبريده يكون افضل ما هو في الصيف، لانه درجة حرارة الهواء ايضا تأثر. بقى عندنا هنا نشير الى بعض الميزات لنظام التبريد الهوائي على نظام التبريد المائي. يقول simple design، ديزاين بسيط، تصميمه بسيط، يعني lighter in weight، خفيف بالوزن وكلفته واطئة low cost، وما يحتاج عناية وصيانة كثيرة، وما عندي خطورة no risk of damage from frost، ما عندي خطورة من انجماد السائل داخل الجيوب المائية واللي قد تحدث في محركات التبريد المائي. في اجواء البروده العاليه قد ينجمد الماء داخل الووتر جاكيتس اللي هي موجوده في السلندر بلوك او السلندر هيد، وبالتالي يؤدي لي الى كراكس او بعض الشقوق او الفطور الموجوده في هذه في الكرينك او في السلندر هيد. زين فبينما هنا ما عندي اصلا ماء، ولهذا احنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هاي ما عندي المشكلة، ما راح تصير عندي في محركات التبريد الهوائي. طبعا أعزائي الطلبة خليت لكم بعض الفيديوهات أيضا، لأن هنا ما قدرت أعرضها، فممكن تراجعوها أيضا، حضيفها ويا المحاضرة بالصف الإلكتروني، ممكن أنه تراجعوها وتشوفوها. وأتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح، تحياتي لكم جميعا.